استحدثنا منصة أو واجهة مكونة من ثلاثة منصات. هذه المنصات الثلاث، الأولى تعتكز على الذكاء الاصطناعي والتنقيب على المعطيات من أجل مرافقة ومساعدة حامل شهادة البكالوريا الجديد من الاختيار الصحيح، من بين الأشياء الجديدة والمهمة جدا وهي مرافقة حامل شهادة البكالوريا بالمهن التي توافق المسار الذي سيختاره. وهذه المهن بطبيعة الحال استندنا في إعدادها إلى التسمية الجزائرية للمهن والأشغال المختلفة التي أعدتها وزارة العمل.